عقد اجتماع فني بين لجنة المسابقات ومسؤولي الأندية، وتطرق الاجتماع على بعض التعديلات على لائحة لجنة المسابقات للموسم الجديد، بالإضافة إلى عرض قمصان الأندية. رغم الاعتذار الرسمي، نادي الشباب الغائب الوحيد من بين ممثلي الأندية التي حضرت الاجتماع، مما يؤدي إلى تطبيق لائحة المسابقات بفرض عقوبة مالية بقيمة 500 دينار كويتي، بالإضافة إلى اختيار اللجنة لتحديد ألوان طقم نادي الشباب. كما أشارت لجنة المسابقات على مكافأة مالية تقدم للفريق الفائز في كل مباريات دوري التصنيف بمبلغ وقدره 1000 دينار كويتي. في السابق كان عندنا أن دوري الشباب يصعد 5 مع فريق السن العام. السن العام لا زال التسجيل 30 لاعب ما اختلف، ولكن سمحنا بتصعيد 10 لاعبين من فريق الشباب يحق له يشارك معه في بطولة الدوري. في جميع المباريات اللي يكون للفريق الذي يذكر اسمه أولا الحق في اختيار غرفة تبديل ملابس وأماكن جلوسه بالملعب. أما في المباريات التي تقام على ملاعب محايدة، طبعا محددينها لك، اللي هي كأس الأمير وكأس ولي العهد ودوري التصنيف وكأس السوبر، تكون غرفة تبديل الملابس وأماكن جلوس الفريق الذي يذكر اسمه أولا على يسار المنصة، يعني محدد الآن في ملاعب دوري التصنيف إذا اسمك بالأول راح يكون جلوسك على اليسار، اسمك ثاني راح تقعد على اليمين، طبعا مع غرفة تبديل الملابس مع الجمهور اللي تواجد مع في المباراة. طبعا ماكو جمهور، لا ما عندنا جمهور، بس احنا نتكلم على جلوسك. يجوز لكل نادي في جميع مباريات السن العام أن يسجل لكل مباراة 5 لاعبين محترفين واثنين من غير الكويتيين. طبعا بالنسبة لموضوع البدون، أنت مثل ما عارفين القرار مفتوح بالنسبة للاعبين البدون. في السابق كان يمكن حصلت معنا في مباراة القادسية والسالمية لما انقلبت النتيجة فابيانو ما انحسب له ولا هدف، فالإخوان في لجنة المسابقات ارتأوا أن هذا فيه ظلم كبير على اللاعب، يعني لو كان لاعب مسجل أكثر من 4 إلى 5 أهداف راح اللاعب يتلقي منه الأهداف وهو ما له ذنب، هذا خطأ يعتبر. بالنسبة للمادة راح توضح في جميع المباريات اللي يقرر فيها الفريق خاسر لها سواء 3-0 أو بالنتيجة الفعلية، يعني إذا كان الفريق فائز 4-1 وانقلبت النتيجة لا يأخذون النتيجة اللي هي 4-1 بالنسبة للفريق اللي يكون فائز. الفريق الفائز تحسب الأهداف في رصيد اللاعبين، الفريق الفائز تحسب أهداف في رصيد اللاعبين وتضاف إلى رصيد أهداف النادي، هذا بالنسبة للفريق الفائز تحسب له، يعني إذا فايز 2-0 مقاولين عنده لاعبين تحسب في رصيد اللاعبين الاثنين، 3-0 تحسب في رصيد النادي، هذا بالنسبة للفريق اللي فائز اللي يحسبوا له نتيجة بنتيجة الفوز. الفريق الخاسر أهداف اللاعبين تحسب لهم اللاعبين فقط. عدة قرارات ناقشتها لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم في سبيل تطوير المسابقات المحلية ووضع جميع الأندية على بينة استعدادا للموسم الجديد. فواز الصلال لبرنامج الديربي.